نرحب بالفنان عمرو محمود ياسين اللي منورنا على شاشه قناه تان. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كلمني عن اعمال حضرتك اللي مكسره الدنيا طول الوقت دايما. ربنا يخليكي. لا الحمد لله، طبعا اي عمل الواحد بيشارك فيه من خلال الكتابه مثلا اكيد ده بيبقاش نجاح خاص بيا لوحدي، وبيبقى مجموعه عناصر كلها ادت دورها بشكل كويس قوي، انتاج تمثيل اخراج وكتابه والحمد لله. طب اقرب عمل فيهم لقلبك كان ايه؟ انا طبعا في معزه خاصه جدا عندي بالنسبه لمسلسل نصيب واسمتك بالمواسم الثلاثه اللي انا قدمتهم، لان دول انا يعني تجربه اولا فتحت الباب امام هذه النوعيه من الدراما مره تانية. وشفنا مسلسلات كتير مؤخرا الفتره اللي فاتت بدات يعني تعمل فكره الاعمال المنفصله، فانا سعيد جدا بده الحقيقه. طب ايه راي حضرتك في الاعمال المنفصله اللي بتاخد يعني بتفضل متقطعه وبتبقى منفصله؟ انا بقول لك ده شيء، المشروع ده انا بحبه لانه بيتيح فرصه كبيره لفنانين كتير ان هم يشتغلوا، مخرجين كتير ايضا هم يعني. انا يمكن نصيب وسمتك انا بعمله لوحدي، لكن اعتقد المسلسلات الثانيه بيبقى فيها اكتر من كاتب، فده بيتيح برضه الفرصه انك بتظهري مواهب جديده، مؤلفين جداد وفنانين جداد، فهايل يعني. بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا على شاشه تانية. خليكي، ميرسي قوي.